لو قدر يعني. طيب قبل ما اسمع ردك على ده قول الو برضه. الو كابتن شيكو حبيبي، مساء الخير عليكم يا كابتن شيكو، استاذ احمد الجميل. انا مش عايز اقول الاسم بس انا برحب بيك طبعا يعني، بس ندي له فرصه كده. استاكوزا. استاكوزا صح كده كابتن احمد حسن. اهلا بيك يا ابو حميد. ازيك يا احمد، اخبارك؟ لا والله بص بص، هو الراجل ده رغم غيابه الطويل لكن ما شاء الله يعني، بس احنا عشان الناس ما تتنسيش حبايبه كتير حقيقي على طول اتصال مع بعض يعني. استاكوزا من الشخصيات الجميله اللي تحب تتعامل معاها يعني، قبل ما يكون لعيب كوره شخص ممتاز يعني، مؤدب ودمه خفيف جدا. لا انت كده بتحرق لي بقى. لا انت كده بتحرق لي، عشان انا لو شكرت فيك يبقى برد لك. لا بجد هو شيكو من الناس الجميله. اولا انا يعني بشكر القناه ان هي خلتنا نشوف شيكو، واتمنى ان هو يبتدي يظهر تاني، لان انا شايف ان هو مقصر مع نفسه قوي، ومن حقه ومن حق الناس ان هي تشوفه، لان هو كان في جيل كبير، نادي كبير، حاجه اي واحد يحب ان هو يتشرف بيها. فاعتقد ان شاء الله باذن الله دي تبقى بدايه ان احنا نشوفه يعني. وعندي بس تعليق بسيط، انا مستغربه. اتفضل يا كابتن احمد. ده مش شيكو يا استاذ احمد، يعني شيكو قاعد هادي. لا لا يعني ده ما يعني تخلوش يطول ده يعني، ده لو طول احسن. لا احكي لي بقى. يعني هو في ماسك كده صح يا كابتن احمد؟ في ماسك كده كتير. لا في كتير، بس طبعا في حاجات ما ينفعش تتذكر. ولكن انا يعني احضرني موقف كده بسيط لشيكو. طبعا هو شيكو من الناس اللي هي دمها خفيف قوي، ووجودها مهم قوي في المعسكرات، يعني المعسكر ما يبقاش ليه يعني طعم من غيره. يمكن كان في حد طبعا اساء الاختيار في ان هو يرخم على شيكو ويبتدي يستخدم الجل بتاعه يعني كل يوم يوميا، وهو يلاقي الجل بتاعه ناقص وكده. فكان حصل بينهم بعض موقف كده، فاتفاجئنا تاني يوم ان شيكو حاطط الجل كله كده، واللي هو يعني فورتيل كله يعني. فبدانا نستخدم الجل وكله بقى مبسوط. وبعدين يعني احنا اتفاجئنا ان هو كان واخد الجل بتاع الالتراسونيك بتاع العياده بتاع الدكتور ايهاب، حاطط اللعيبه كله استخدم وكان دايما. وفي ناس فروه راس يا كابتن شيكو. لا هو هي اللعيبه كانت دايما عارفه ان انا اللي يعني كنت بجيب جل كده الصبح، كان بعد التمرين تاخد شاور وتحط الجل وتروح. فكان استاكوزا وكان شادي محمد هما اللي يعني ما هو خلي بالك هو يعني هو بان طيب، بس الفكره بتاعتهم هما الاثنين. قال لي يا ابني انت بتجيب الجل ما بيقعدش، فكل شويه اجيب ما بيقعدش. قال لي طب انت تروح العياده وبعدين وخد الجل الازرق اللي بيتعمل بيه الالتراسونيك. بس فابتديت احطه وكله شغال. كله شغال. اللي اكتشف الموضوع ده بركات. الجيل مش طبيعي ملمسه. وقال لي فحكيت له، لان ده ما ينفعش ما تحكيلوش لان هيعمل فيك حاجه. بالظبط. شكرا يا استاكوزا. شكرا. متشكرين على المداخله. انت عايش لكام سنه يا كابتن احمد؟ كابتن احمد لسه معانا؟ طيب واضح انه احنا فقدنا اتصال. بشكرك طبعا كابتن احمد حسن. استاكوزا خليني اخلي معاك بقى كوره شويه بعد ما قلنا اختيارات الجمهور. شايف ماتش الهلال ازاي وشايف فرص الاهلي بعد المستويات؟ طيب كابتن احمد رجع لنا مره ثانيه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد. لا خالص والله. لو تحب تقول اي حاجه لشيكو قبل ما نختم يعني اتفضل. طبعا يعني انا كنت عايز برضه اتكلم في حاجه كده ليها علاقه بشخص شيكو نفسه. يمكن الموقف ده اول مره يسمعه بعيدا عن الحاجات اللي هي ليها علاقه بالحاجات الفاني وكده. لي موقف معايا انا شخصيا ممكن طبعا ما يتذكروش. اول مره اقوله له يعني انا كان اتذكر اول يوم، ثاني يوم ليا في النادي الاهلي. كان طبعا كان في نهايه السيزون واغلب اللعيبه كانت خلاص يعني بتخلص السيزون، واغلبهم كانوا خلاص اللي هو بقى اتعاقد مع نادي او حاجه. وكان انا لسه جاي من فريق درجه اولى، فكنت مشدود في الملعب او في التمرين، وهم كانوا لسه الدنيا كان خلاص بقى كله بيفنش. فحصل موقف بيني وبين لعيب، وانا كانت علاقتي بشيكو مش قوي يعني. فهو كان موقفه مع علاقتك بشيكو مش قوي يعني، ما تعرفوش بعض قوي ولا علاقتك؟ لا 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 علاقه يعني، كان لسه معرفتي بيه من بدايتي اول ما رحت النادي الاهلي. يمكن كان اول تمرينتين تمام. فكان حصل المشاده بين اللاعب دوت وبيني، طبعا انا مش هذكر اسمه. فاللاعب بدا يتكلم معايا بشكل اللي هو انت ليه مشدود قوي وكده يعني. فحصل تاتش ووقف شيكو معايا اليوم دوت يعني، كان خلاني خدت عنه فكره ان هو فعلا محترمه، لان انا كنت محتاج ده ساعتها. يمكن الموقف ده هو ممكن نفسه هو ما يكونش متذكره. بس هو ايه يعني بما اننا بنذكر عن حاجات عن مميزات شيكو، فهو شخصيه محترمه وانا سعيد لظهوره، واتمنى ان هو ان انا اشوفه تاني يعني ان شاء الله.
ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد. والحقيقه يمكن شهاده كابتن احمد دي اتكررت من نجوم كتير جدا في نادي الاهلي، يعني واضح انه يعني محبه الناس طبعا دي بت